أهلا متابعي تونس الرقمية وتونسي نيميريك، معنا في حوار مباشر عبر سكايب المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها واللي باش تكون في 15 سبتمبر الحالي، رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر السيد سليم الرياحي، واللي أكيد كيما بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية باش نحاوروه في مجموعة من المواضيع المتعلقة بالترشح متاعو. عسلامة سي سليم، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي تونسي نيميريك. تسليم ساعة في بداية حوارنا، نطمنوا عليك، لاباس؟ شنو أحوالك؟ الحمد لله، لاباس لاباس. فما مونك نتاع تونس كهوا، ما ان شاء الله على قريب نروح. ان شاء الله. دونك في بداية حوارنا معاك، كيما بقية المترشحين، كنت قدم روحك للمتابعين متاعنا، الناس اللي مازالوا ما عملوش الشوا متاع معناتها الانتخابات، اللي شكون باش يختاروا في الانتخابات، الحياة الخاصة، الحياة المهنية والسياسية. أكيد طبعا، اليوم مانيش غريب على التوانسة، الحمد لله. معناها بعد 9 سنين أنا كنت عشت خارج تونس، من تمري عمري 8 سنين ورجعت بعد الثورة. معناها درست في غادرت معناها قصرا ليبيا مع الوالد اللي هو كان معارض في النظام السابق، ورجعت بعد 30 سنة معناها، واستقريت بعد فترة في بريطانيا، قعدت ما بين بريطانيا وليبيا، ودخلت في مجال الأعمال، قريت اقتصاد في ليبيا وعندي ماجستير في الاقتصاد، ومارست عملي كرجل أعمال في مشاريع الاستثمار العقاري في الخدمات النفطية. هذا هو أساس في بعد في التطوير العمراني طبعا، وخدمت في بعض الدول الإفريقية وفي ليبيا في الإمارات، والحمد لله معناها تطور العمل لدرجة من الحجم الكبير. بعد 2011 روحت لتونس، قررت طبعا بعد الثورة اللي صارت في تونس والثورة اللي صارت في ليبيا زادة، وقفت. كان عندي عدة مشاريع في ليبيا، معناها حتى عدد العمال نتاعي كانوا قريب 3200 واحد، قمت ب خرجت الناس الكل في الوقت هذاك، منهم التوانسة. هذه زاد الناس تنسى، راني روحت بالتوانسة. معناها في 2011 أنا قمت بدور تونيسير وجبت طيارات خاصة وروحت بالتوانسة اللي كانوا قاعدين في اللي المطار. كانوا عالقين ربما في ليبيا وقت بداية الثورة الليبية، واللي كانت أحداث دامية شوي. نرجعوا للتاريخ، وقتها تونيسير طالب عليهم يخلصوا وقتها في 160 ولا 200 دينار، انا جبت طيارات خاصه، كريت طيارات مجموعه وعبيتهم كل، وخذيت انا اخر كرسي في اخر طياره وركبت معاهم. الحمد لله هذا يقعد التاريخ طبعا، هذا حاجه مش مزيه. ومن بعد طبعا قررت كونون خذيت قرار بالعوده الى تونس والعوده للعمل السياسي. شنو العوده؟ معناها احنا من عائله سياسيه، والدي معارض قومي عربي عاش في ليبيا كان ضد النظام في تونس، طبعا عشنا في عائلة سياسية من الصغر، ولكن أنا اتجهت إلى مجال الأعمال، ولكن قاعدة السياسة في الدم، معناها كبرنا بها. قلنا اليوم لابد من 2011 كونوا ندخلوا نغيروا ونعطيوا الإضافة، مش واحد رجل أعمال هدفي مش نقعد نخدم فقط ونلمت في الفلوس، لازم نعطي إضافة. نعتبر نفسي من الشباب الناجح، وحبيت تجربتي نقدمها للتوانسة وللشباب التونسي فقط. هذا هو الأساس، أساس العودة إلى تونس. شاركت في الحياة السياسية في تونس من 2011 حتى إلى الآن، ومعناها في مراحلها الكل، والحمد لله في كل مرحلة كنا قدمنا الإضافة. صحيح أنا ما عنديش الانتهازية السياسية وثابت على مبادئي، يمكن هو اللي خلاني في الوضعية الصعبة اللي أنا فيها اليوم، كوني نقوم بانتخابات من خارج أرض كونك الوطن، ولكن تترشح أنا نعتبره لمنصب واجب. رئيس جمهورية خارج تراب الوطن. طبعا ايه، انا مترشح اللي منصب رئيس جمهوريه خارج ارض الوطن، والناس فما ناس يقول لي كيفاش تترشح، انا نترشح انا في علاش اخترت 2014 الترشح ترشحت في هذه الوضعية؟ ما اخترتش، انا واجبي. انا بالنسبه لي انا نعتبر وضعيتي وضعيه طبيعيه، ولكن تم التعدي علي، تم ظلمي باستعمال السلطه،
فقط معناها، وانا مقتنع كونه مش يجي وقت وتتنحى هالمظلمه هذه ونرجع لوضع الطبيعي، وهذا لا يمنع كوني نترشح. ما عنديش انا في 2014 منعوني من كوني نعمل اجتماعات شعبيه. عملت اجتماع واحد فقط هو في الكلوتور نتاع التشريعيه مش حتى الرئاسيه، قالوا لي مش يقوموا ضدك بعمليه عمليه اغتيال في اجتماع شعبي، قالوا لي ما تعملش اجتماعات شعبيه. شنو الفرق ما بين الفرق الوحيد كوني هيك الاجتماعات المصغره في وسط العباد والالتحام مع الشعب ولا المناظرات اللي صارت هذه تحرمت منها، ولكن على مستوى الاعلام موجود اديستانس مش كالعاده، ولكن في النهايه رصيدي موجود، وان شاء الله ان شاء الله التوانسه معناها يقتنعوا كونه اليوم ما انا تعرضت للمظلمه، وهذا سبب وجودي هنا كوني منافس حقيقي للمجموعه اللي موجوده توا. لو كان جاوا عنده ثقه في رواحهم راهو خدموا على رواحهم باش نشوفوا وقدموا سليم اضافه في الثلاث رياحي سنين اللي فاتت. في الدور الثاني، كان فما دور ثاني في الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله. طبعا اليوم هذايا اختيار التوانسه اليوم اللي انا متاكد كونه لابد المرحله هذه احنا ماشيين في طريق صحيح، والازمات اللي مرت بها تونس وتعديتها الحمد لله، ما يلزمش نرجع بالتوالي، ما يلزمش نخسروا معناها الطريق اللي سلكناه، خاصه في المنح الديمقراطي والحريات الشخصيه والحريات العامه ما نضيعوهاش. التونسي اليوم يلزم يفكر شويه قبل ما ياخذ قراره ويراجع كل شخص وكل شخصيه شنو القادره، شنو اللي بيزوان تاع التونسي، واسكو الشخص هذاك قادر يقدم الاضافه فيها ولا نحيو شويه عاطفه. انا نعتبر اليوم انا نصيحتي للتوانسه مانيش باش نقول انا اكيد طالب، انا عندي ثقه في روحي كوني قادر كوني نقدم الاضافه اكثر من اللي موجودين في الانتخاب، هو كونه نبعدوا على العاطفه ونفكروا بالعقل ونختاروا بالعقل من غير عاطفه وبناء على حاجاتنا وطلباتنا. ولكن مجموعه من الشعب التونسي ربما يتساءل الوضعيه هذه نتاع سليم الرياحي اللي خارج تونس كيفاش باش تكون ان تم انتخابه رئيس للجمهوريه؟ شراو شنو انت رئيس جمهوريه؟ رئيس الجمهورية هو اللي عنده سلطة الشعب. راهو الديمقراطية اللي احنا فيها يلزم فم عبيد، انا ساعات حتى محامين يقولوا لي نكتة معناها هي، يقولوا لي يا اخي نبيل القروي توا كيفاش مش كان يولي رئيس، كيفاش مش يأدي اليمين؟ قلت لهم نبيل القروي يكون قاعد في الكرسي نتاعو في المسكين في السجن، يشوف التلفزة اللي هو تم انتخابه، يقف يمشي للباب، الباب يتحل وحده. هذه لازم نفهموها العمليه هذه، ما فماش. الشعب هو القانون، الشعب هو المرنقيه، الشعب هو القضاء، الشعب هو السلطه، الشعب يختار، ما فما حتى حد ينجم يقف قدام اختياراته والبيبان كل تتحل. معناها انا لو اختارني الشعب اكيد مش تلقاني سور بلاس، معناها هذا ما يمنعني حتى شيء، مع العلم كونه وقتها الديكتاتوريه اللي موجوده ولا الضغط اللي صاير على القضاء يتنحى وتو العمليه تنتهي في 5 دقائق في جلسه واحده. اذا نمر للسؤال الموالي سليم الرياحي، انت رئيس للجمهوريه كيفاش تشخص الوضع الحالي في البلاد على المستوى الاقتصادي الامني الاجتماعي والسياسي والحلول المقترحه من قبل سيادتك اكيد للوضعيات اللي تعيشها البلاد؟ احنا ما فماش اثنين يختلفوا اليوم كونه تونس في وضع سيء للغايه، وما نختلفوش كونه المجموعه اللي موجوده اليوم او بالنظام اللي نحكموا به وخاصه الحكومه اللي موجوده فشلت في المينيموم اللي يلزم يتعمل، ووصلنا الى حاله كارثيه. معناها ان نعتبر تونس معناها مشروع كبير في جميع المجالات، إعادة بناء البلاد في جميع المجالات، من البنية التحتية نتاع الناس اللي غرقت البارح، وهذا راه مش كان تونس، معناها كي تشوف عدة دول. معناها اليوم أنت أهم وعد انتخابي عمله ترامب في حملته اللي فاتت هو إعادة البنية التحتية نتاع أمريكا الكل، اللي هي تحتاج 3 تريليون، معناها رقم خيالي وهو قاعد يلمد فيه وباش يعاودها الكل. معناها
حاجة مهمة. احنا في تونس اول حاجة لازم بنية تحتية حقيقية للتنقل، للربط مع الجيران، لازم حلول مشاريع كبرى لخلق مشاريع صغرى، لابد من مناخ آمن للمستثمر باش يجي يلسانستال، معناها يدخل لتونس يحس روحه في دولة آمنة، ينجم يلقى حقه في القضاء بالقوانين والتشريعات. لابد يكون حلوا البيبان للناس الكل. معناها كان مش نحكيه على المشروع، من المشروع الاقتصادي عندي رؤية واضحة أنا لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، ونأكد كون الرئيس هنا عنده دور كبير في العملية هذه، لأنه يقول لك والله الرئيس ما عندوش صلاحية. أنا نقول الصلاحيات تاع الرئيس غير محدودة، لأنه الرئيس ما يوصل رئيس الجمهورية إلا بناء على، خاصة في الانتخاب المباشر. احنا صحيح عندنا حكومة وعندنا نظام برلمان، حاجة أخرى اللي هو رئيس منتخب من الشعب. في الأنظمة البرلمانية الرئيس لا ينتخب من الشعب، ينتخب من البرلمان، يختاروا هما، يختاروا رئيس. احنا الرئيس ينتخب من الشعب، بناء على شنو ينتخب من الشعب؟ بناء على عقد ما بين الشعب والشخص، عقد فيه برنامج، فيه من على 5 بوان. اي اوبستاكل مش يصير للرئيس فيها في تنفيذ مشروعه مش يرجع للشعب. معناها اليوم القوة اللي عند رئيس الجمهورية معناها ما نجموش نقدروها. اليوم رئيس الجمهورية عنده 3 مليون ينتخبوه يحطوه رئيس، من بعد ما نجمش غدوة يجي يقدم مبادرة تشريعية حسب برنامجي أنا، ونقول احنا مبادرة تشريعية لخلق صندوق سيادي للدولة التونسية، والصندوق السيادي هذايا ستخلق منه 5 بنوك متخصصة لتمويل 5 مناطق حرة متخصصة، اللي هي كل منطقة حرة مش تكون رأس مالها وإلا قيمة المشروع 20 مليار دولار كمشاريع كبرى. ثم باش نعملوا بنك للمشاريع، ونعملوا البنوك اللي مش نكونوها هي اللي مش تمول المشاريع، بنك. معناها أنا كي يجوني مجموعة من الشباب التونسي نختار على حسب قرايتهم ولا تخصصهم ولا تعديل التخصص نتاعهم، ناخذ بالخمسه ولا بالعشره نعطيهم مشروع ونعطيهم تمويل ونقودهم، والا نتبعهم حتى للرياليزاسيون. هذا هو اعاده بناء اقتصاد تونس، مشاريع كبرى تتخلق منها مشاريع متوسطه وصغرى في كل منطقه واقتصادها وتخصصها. هذه هي الرؤيه الحقيقيه، وانا نعتبر هذا هو اساس الامن القومي التونسي. الامن القومي عندنا كمش نحكي على الامن القومي من ناحيه محاربه الارهاب ومحاربه الجريمه، هذا موضوع ثاني، هذا لازم ستركتور اخرى، لازم تطور المنظومه الامنيه في البلاد. كي تكون مجلس امن قومي يلزمك تعمل مجلس امن قومي ستركتور، معناها جهاز كامل يخدم، جهاز يخدم على الاستخبارات تاع العالم الكل. يعني لازم يكون فما مركز استخبارات بتونس. طبعا طبعا اكيد. انت كي تقول مجلس امن قومي، مجلس امن قومي اللي تاسه رئيس الجمهوريه راهو هذاك ماهوش هيكل، ماهوش معناه هيكل لا صلاحيه له. معناه معروف رئيس الجمهوريه يجيب وزير دفاع، وزير العدل، رئيس حكومه، ويقعد ويناقش. اما انا نتكلم على جهاز امن قومي، جهاز امن قومي موجود في الدول الكبرى الكل. احنا دولتنا لابد كون يكون عندنا جهاز امن قومي يخدم على استراتيجيه نتاع تونس بعد 50 سنة، ويكون ويحضر بلانينغ نتاع عمل ويعمل بروجيكسيون قدام، مش نعرفوا شنو مش يصير، نعرفوا الارهاب منين يجي، نعرفوا كيفاش نحاربوه، يكون عندنا علاقات مع العالم الكل. هذا الساعة نأمنوا رواحنا من ناحية الارهاب، ثم ننتقلوا للأمن القومي الغذائي، نحكيوا على البذور، ونحكيوا على الموارد المائية وكيفاش توفيرها. هذا أساس للدولة، هذه حاجة لازمة ومهمة جدا لتونس، وهذه رؤيتي. أما أنا نشوف كونه كي تقول أمن قومي، الوزارة الصحة لابد كونه تجدد عقليتها وتجدد رؤيتها كيفاش تتعامل مع الصحة، النقل، التعليم، لازم برامج ورؤية جديدة، خاصة باستعمال الكفاءات التونسية والأجنبية اللازمة الأمر بالخارج. ما نقعدوش احنا نحيو شوية، بصراحة احنا نعرفوا كل شيء وما نحبوش. احنا عنا رو عنا توانسة، لازمنا الساعة نبعدوا، لازمنا نبعدوا على هكا الاروغونس اللي عنا. لا نجيبوا، فما تجارب جاهزة نعدلوها نتونسوها وننطلقوا بها. يعني علاش نقعدوا نجربوا في رواحنا ونجربوا
فما حاجات جاهزه ان نجيبوا التجربه جاهزه ونقدموها ونستعملوا اولادنا اللي لبرا، ويتغير حتى الريتم دو في ونيفو دو في يلزم يرتفع، وهذا الكل يساهم في ارتفاع. اليوم راهو عندك 30% من التوانسه فقراء تحت خط الفقر، وعندك 50% اللي هي الطبقه الوسطى يقول لك انا نحس روحي فقير. معناها راه عندنا 80%، معناها احنا مشينا لوضع خطير جدا كون 80% من التوانسه فقراء. مشكله اليوم ما تنجمش تحل حتى كونتون دو فيز، معناها انت تونسي ما عندكش الحق يا سيدي، خلينا نحل كونتون دو فيز ونستقبل فيه الاموال. تجيني تقول لي انا نحارب في الجريمه ونحارب في تبييض الاموال ونحارب في درشو. كيفاش تحارب انت؟ فما ناس تحب تجيك، فما ناس عندها ارقام كبرى، معناها الناس مستثمرين من الحجم الكبير، راهو المشاريع الكبرى هي اساس في العمليه. كي تجي انت مستثمر من الحجم الكبير خليه يجي، يقول لك لا والله هذا يجيب لي 1000 مليار، لا فك عليا يعني. شنو فك عليه؟ ودي خليه يجيب الفلوس وخليه يدخل وخليه يعمل درس مشاريعه ويبدا يخدم. ومن بعد انت كان لقيت مش عندك لجنه تحاليل ماليه وعندك استخبارات وعندك برا، امشي ثبت. كان لقيت هذيك الفلوس مأتاها وغير شرعي جايه من الدروغ ولا جايه من الفساد، وقتها برا خليها عندك. احنا اليوم حتى البنك المركزي ما عادش يقبل الفلوس، الفلوس ما تدخلش. اليوم حتى ان جون مش يحل الكونت اون ديفيز يستقبل، يلعب في لعب مش يستقبل فلوس، يستقبل مش حتى مش يرسل، يستقبل. فضيحه هو ديجا في الويسترن يونيون، معناها البلاد الوحيده يمكن في العالم اللي تستقبل وما تبعثش. معناها انت على الاقل هي تعطيهم التوانسه، تعطيهم يحلوا كونت اون ديفيز. خليني انا نبعث الواحد حاب نحلوا كونت اون ديفيز. خلي اليوم اليوم الصرافه في العالم الكل، تخرج تلقى صرافه مش البنوك مسيطره، صراف. الصراف هذاك اللي عندنا احنا تشوفيه في المناطق الحدوديه، عندنا اكثر من 30 الف مليار من العمله الصعبه، وعندنا ما يعادلهم من العمله التونسيه في الديار بالمتر يقيسوا فيه. خلي دخ اعطيه مكان، اعطيه رخصه، خلي يخدم الشانج نتاعو ودخل الفلوس هذيك للدوره الاقتصاديه وتفاهم معاه. يقول لك انا والله او كناطريه ودرش، يجي تفاهم معاه نقول له اسمعني قد ايه عندك 100 مليار مش خلص عليهم 5%، ومن بعد في الجديد توا تولي وتحاسبوا معاك تعمل مشاريعك وتخلص الضرائب كيف الناس. هما قابلين للكلام هذا، خلي يدخلوا فلوسهم للدوله. بعد تقول والله البنوك ما فماش فلوس والدوله ما فيهاش فلوس، ما فماش رؤيه. معناها الكلام اللي نقول فيه يمكن نقول فيه ببساطه بسيط هو، ولكن هما غير قادرين، ما عندهمش اليات التنفيذ. ينجموا يقولوا اي واحد ما عندهمش اليات التنفيذ ولا عندهم الاليه ولا الشجاعه، ولا يحبوا يستعينوا بالخبرات اللي موجوده لبرا. بسيطة العملية لدرجة كونه ساعات تستغرب تقول فما حاجة غريبة في تونس تحب البلاد هذه قاعد فما مشروع لتفقيرها. هذا اللي نجم من الوضع السياسي الحالي في البلاد. الوضع السياسي تشوف احنا تو اليوم داخلين على الانتخابات، معناها مشكلة كبيرة. نلقاو مثلا في استطلاعات الرأي الأولاني في الحبس، معناها وضع غريب. الناس اللي موجوده في السلطه اليوم تحب تقعد في السلطه باي ثمن، ولكن مش ينجحوا على خاطر اراده الشعب التونسي واضحه وتاكدت. اليوم لابد كون التجربه هذه تو نتعلموا منها الكل، على خاطر اليوم حاربوني انا، يقعد حارب سليم الرياحي كمنافس، حاربوا عملوا قضايا خرجوا لبرا وخرجت انا، خرج لهم واحد اخر من هنا، وخرجوا لهم ثلاثه ولا اربعه من جهات اخرين. معناها كانوا في بالهم العمليه سهله وباش نخرجوا سليم الرياحي وسكر على ذاك وذاك، اضربوا بالاشاعات توتوف العمليه. لا التوانسه يعني حرب موقف اليوم على الساحه السياسيه، حرب كبيره وستنتهي باراده الشعب التونسي. باش اليوم التوانسه كي ياخذوا قرارهم ويمشيوا للصندوق وبكثره وبقوه وميهم حتى حد ويوصلوا، فما عارق للوصول للصندوق يمشيوا يصوتوا يحط صوته. وراه عمليه تزوير الانتخابات هذه كلها دعايات، عمليه والله نحب انا فلان، اما راهو يقولوا كونه الشاهد مش يشد. ما فماش، الصندوق هو اللي يحكم، الصندوق مؤمن، الانتخابات مؤمنه، يمكن تصير لهم عرقله في الطريق باش يمشي يجي، ولكن هذاك الكل ما ينجموا، ما عندهم من يوصلوا به. انت في الخلوه حط اعمل الكروان تاعك وحط للانسان اللي مقتنع به وتنتهي العمليه هذه، هي ديمقراطيه ويلزم التوانسه ينشحوها، والباقي كله دعايات. لا فما فلان واقف معاه الغرب ولا فلان واقف معاه الشرق، راهو انا نعيش في الخارج، الشرق والغرب وامريكا يوقفوا مع اللي عنده شعبيه. يقول لك برا امشي انت
يكسب شعبيه في بلادك ومرحبا بيك، مش يجهز ينجم يتعامل معاك، يتعامل معاك كي انت عندك وجود، مش واحد باراشوتي مكروه من الشعب مش موجود في استطلاعات الراي ما نجحش يقول لك والله يحبوا يحطوه عليه مش يحطوه، ما فماش الكلام هذا. احنا لا ما نجموش نستغناو لا على الغرب ولا على الامريكان، وهما ما يستغناوش علينا ويخدموا مع اي واحد الشعب اختاره. ما ينجمش واحد يختاره الشعب ما يخدمش هو معاهم وهما ما يخدموش معاه. هذا بسيطه معناها نحب نوضح للعباد كونه راه نهار الانتخابات يلزم الناس كل تمشي، والعمليه الترهيب والترهيب هذايا اللي قاعد يصير والادعاءات هذايا كله كذب، ما فما حتى حد مدعوم من الغرب. اي شخص باش يشد رئيس لابد عليه كونه يخدم مع الغرب، والغرب يتعامل مع والغرب والامريكان يخدموا مع اللي عنده شعبيه. يقول لك عنده شعب مهما كان يطلع يقول لك فما واحد ما يجمش يخدم مع امريكا، هو ما فماش سهله معناها. يقول لك انا نخدم مع واحد عنده شعبيه خير من واحد نقعد ندز فيه باراشوتي من عنده، ما يدخلوش فيها العمليه هذه. سليم، تقييمك لفتره حكم كل من بورقيبه بن علي المرزوقي والسبسي؟ والله بورقيبه بيان سور انا ما فتره بورقيبه فتره معناها فتره استقلال وبناء دوله في المرحله ذيك، بدايه مجله الاحوال الشخصيه معناها شخص يشوف تونس لا شافها خدم مع تونس مع التوانسه تعامل معاهم كلبو في الفتره ذيك تمشي تصلح، ولكن ما نجموش نستعملوها لليوم. معناها بورقيبه خدم خدمته وعمل اللي عليه وتعامل مع التوانسه كيف ما رؤساء العالم يتعاملوا مع شعوبهم في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، وانتهت. معناها نجح في بناء دوله، في بناء استعمل كيف ما يقول الماده الشخمه، ولكن اليوم مش نعملوا كوبي على بورقيبه، مش معقول. احنا لازمنا نقدموا نقول قدام بورقيبه رمز يقعد في مكانه، الباجي قايد سبسي رمز عمل خطوة كبيرة، انتقل من منظومة عاش وخدم مع منظومة فيها ديكتاتورية 60 سنة تحول إلى ديمقراطي واعطاه السلطة بسلاسة، خذاها واعطاها وعاود خذاها، واليوم الله يرحمه كان باش يعطيها بطريقة ديمقراطية، معناها زعيم حقيقي. مهمة جدا العملية مع الباجي قايد السبسي. المرزوقي ما عندي من علق عليه، خاطر بالنسبة لي أنا ما صارت محاصة في الترويكا، معناها السيد جاب 6000 صوت في بن عروس ولا رئيس، معناها أنا الرئيس بالنسبة لي أنا اللي جاب الاستقلال واللي تم انتخابه من الشعب، والرئيس الثالث هو اللي باش يجي تو، هذا مهم، هذا نحترم إرادة الشعب. بل فما بعض من التونسيين يعتبر انه منصب رئيس الجمهورية بعد الثورة سيرتو فقد الهيبة نتاعو، تعليقك على المسألة؟ والله هو فقد الهيبة نتاعو بالمؤامرة وبالخيانات، معناها الله يرحمه الباجي قايد السبسي راه هناك تشوفوا المجموعة اللي معاه معناها كلها شباب، رأنا على الشباب ولكن الله غالب، وزاد حتى الشباب التونسي ما نحبوش المورال يطيح له، لانه الشباب ممكن هذا اللي راهن عليه كي نلقاو زوز كي العزابي ولا الشاهد، معناها ما تنجم كل معناها الله غالب ساعات مش الشباب الكل به، طحنا في زوز الله غالب عليهم وراهن وخذوا فرصتهم، مدير ديوان ورئيس حكومه وحبوا وعملوا انقلاب في البرلمان وحبوا ياخذوا السلطه ومعناها استهزؤوا بعقل التونسيين وبإرادتهم، يقول لك احنا عملنا مجموعة من النواب خذينا سلطة تحالفنا مع النهضة سيء باش نتفاهموا مع النهضة وتمشي الانتخابات، شو اسمه يوسف الشاهد رئيس جمهورية وسليم العزابي أمين عام شو اسمه تحية تونس باش يولي رئيس حكومة سيء، معناها كملنا نتاعنا الحكاية الثانية نتاع سيد الوالد قسمناها والحكاية فارغة. انت التوانسة راهونا التوانسة شعب مثقف، شعب عنده ديزيليت يفهموا، وحتى الشعب العادي معناها المواطن اللي يقعد في القهوة عنده طلعات أذكى ساعات من اللي قاري 20 سنة، معناها مراهي ما تتعداش. الانقلاب واضح اليوم، يلزمك تبدأ من الأرض من القاعدة، تحب تبني وتحب تعمل حزب تحب تمشي التوانسة أعطي برنامجك، ما تنجمش
فما واحد ماشي رئيس ما نجمش يجي نهار في تلفزه يتكلم على مشروع ويعمل يعمل خطاب مباشر ويقول راني نحب نعمل كذا وكذا وهذه رؤيه، ما فماش. يجيب لي كل نهار كامل يقرا في يحفظ كل المحفوظات يقراه في 4 كلمات ويعاود يقولها مش مقتنع بها مش حتى فاهمها. اليوم راهو المرحله القادمه مرحله مهمه للتوانسه كونه يشدوا صحيح ويكملوا المسار، والمجموعه هذه اللي جات وخانت الامانه سترحل بسهوله معناها بسيطه، بعد 15 ما عادش تلقى حتى حد. انت وليت منصب رئيس جمهوريه، هل باش تقترح تعديل النظام السياسي الحالي ولا لا؟ اكيد اكيد، هو المرحله تتطلب بالنسبه لنا احنا. علاش نقول حتى لو ناخذ بالتجربه، هو الاساس في العمليه، هو ديما كي تبدا عندك تجربه يلزمنا ديما ناكد راهو التجربه مهمه ويلزم نستفيد من تجربتنا. اليوم نداء تونس كي ربح في 2014 رئيس من الجمهوريه من نداء تونس، رئيس البرلمان من نداء تونس، ورئيس الحكومه من نداء تونس، معناها حزب واحد يحكم وما تفهموش على خاطر كل واحد عنده سلطة معينة محتكرها اللي هو ويحب يحكم بها وحده. معناها هناك نجي نشوفوا الإشكالية مش في النظام، الإشكالية في العقلية، في طريقة تفكيرنا احنا كتوانسة. لهذا نشوف كونه لابد كونه تحط السلطة عند شخص واحد وتقوي سلطة رئيس الجمهورية، تعمل عليه رقابة مشددة بغرفة مستشارين وغرفتين وبرلمان، والإبقاء على هيئة الانتخابات، الإبقاء العمل على تحرير القضاء وفصل السلطة التشريعية عن السلطة القضائية ماديا ومعنويا. اليوم سي سليم انت من بكري تحكي على انه القضاء فما هيمنه على القضاء، اليوم فما توجيه على القضاء، فما ضغوطات مسلطه على القضاء، هل انه تعتبر انه القضاء التونسي غير مستقل وفما اطراف سياسيه بعينها تفرض الهيمنه نتاعها على القضاء التونسي؟ راهو احنا عندنا في القضاة عندنا رانا ما بين 2000 و3000 يمكن قاضي. انت مجرد كونه تاخذ 1% معناها 20 او 30 قاضي تنجم تعمل بهم اللي تحب، وتعمل ستركتور في القضاء توظفها اللي كنتي. شنو التخصص اليوم؟ شنو المنافسين السياسيين اليوم الكل هما يبيضوا في الاموال، حتى اسهل كلمه ولات غسيل وتبييض اموال، نهار كامل غسيل تبييض، معناها حتى الجريمه تافهه ولات، معناها واللي مش يبيض ويغسل مش غسيل اموال جايه من برا عن طريق بنوك عالميه مش يبيضها ويغسلها في تونس، في فضايح. اليوم التهمه غسيل وتبييض اموال، وين الغسيل وتبييض الاموال باش نشوفوه؟ باش نلقاوه عند القطب القضائي المالي. شنو معناها؟ معناها وكيل الجمهوريه ياخذ القضيه يوجهها للقطب القضائي المالي، من القطب القضائي المالي يلزم نعملوا له دائرة اتهام في محكمة الاستئناف تابعته، معناها دائرة في الاستئناف تابعة القطب القضائي المالي، ثم نذهب للتعقيب، دائرة في التعقيب تابعة القطب القضائي المالي، ومن بعد تلقى دائرة في المحكمة الجنائية وفي الاستئناف تابعة القطب القضائي المالي. هذا هو اللي أنا ما نقول عليه كولوار. شفت هذوما ينجم يكونوا 20 قاضي، الملف نتاع الناس هذا تلقاهم عند راهو قاضي تحقيق واحد. شفت الناس اللي تسمعوا بهم محاربة الفساد الكلهم عند قاضي تحقيق واحد ويمشيوا نفس القاضي من دائرة لدائرة هو نفسه. أنا القاضي اللي عمل لي بطاقة الإيداع في 17 أفريل 2019 مش ما نروحش، راني كي خرجت في نوفمبر ما عندي حتى شيء. أنا البرة قالوا لي أنت فيك بطاقة إيداع، شكون عمل؟ القاضي نفس قاضي التحقيق اللي عمل بطاقة الإيداع النبي القروي تو. تي واضحة العملية، معناها ما فيهاش علم، ما سهلة. هذا هو، أما أنا ننزل القضاء، وانا نحب القضاة اليوم يعملوا انتفاضة ينتفضوا على خاطر هذوما مجموعة صغيرة وسخت لهم الايماج نتاعهم، وراهو اليوم هما في امتحان صعب، يا يكملوا في مجلسهم ويولي عنده استقلالية تامة بميزانيتهم ياخذوها من الدولة ما يخلصوش من وزارة العدل، وما عادش رئيس الحكومة يمشي أي واحد
من اي قاضي يتفاهم معاه ويحط وزير ولا مستشار، يلزم نمشيو لمجلس القضاء نعملوا مطلب وهو يختار ويعطينا، ونفصل السلطه التشريعيه على السلطه التنفيذيه. سينون راهو مشكله، كان ما ينجحوش القضاه راهو من بعد تلقى من البرلمان تلقى اغلبيه ينجم يلغي لك المجلس على القضاء راهو، وترجع العمليه تنتهي. معناها نردوا بالنا، انا القضاه نقول لهم راكم مشيتوا في طريق كبير برشا يلزم تكملوا فيه، والمجموعه اللي عندكم هذه اللي توسخ لكم في الايماج نتاعكم يلزم 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 تبعد على تبعد على روحكم. نمر للسؤال الموالي، انت رئيس للجمهوريه، الاحزاب او الاطراف اللي تدعم ترشح سليم الرياحي ومصادر تمويل الحمله الانتخابيه نتاعك، عاودي السؤال. الأطراف أو الأحزاب التي تدعم ترشح سليم الرياحي للانتخابات أكيد مع الحزب متاعك، ومصادر تمويل الحملة الانتخابية. طبعا مصادر التمويل فما سقف عملته ليزي، وهو مصادر تمويل ذاتي أولا، ولا واللي المرشحين اللي رشحوني هو الائتلاف نتاع القائمة المستقلة، ثم أصبحت حركة الوطن الجديد. هذا هو، وأنصاري من لو بي ال، عندي عدة أنصار من نداء تونس لأني كنت أمين عام في فترة في نداء تونس، وناس حبت طريقة العمل نتاعي وماشيين معايا، فما ناس جدد اكتشفوني، فما عدة شباب، معناها هذم شريحة كبيرة من الشعب التونسي، فما اللي تعاطفت معايا وفما اللي قاعدة كانت استغربت من الديسكور نتاعي، ونقول لهم راهو الديسكور نتاعي من 2011 هو هكا، ولكن على غالب معناه راهو معناه كنت في حرب، انا عايش في حرب، لهاوني ما خلاونيش نتكلم، ما خلاونيش نطرح برنامجي، ما خلاونيش ندخل في البلاتو نتكلم في البلاتوات على رؤيه مستقبليه. في العامين الاولانيين حاولت انا في السلطه نطبق برنامجي 2015 2016 ثم انسحبت 17 18 19 احنا في المعارضه، لانه لقيت المجموعه فاشله ولا يمكن ان تبني معاها، يحبوا يستعملوك كرقم فقط، هذا علاش. ولكن هذا هو انا، معناه هذه هي رؤيتي، عندي رؤيه اقتصاديه كبيره، عندي خبره، عندي اليوم اضافه سليم كبيره. الرياحي راى انه بتواجده خارج تونس ربما الحمله الانتخابيه نتاعو ماهيش باقيه تمشي كيما يحب هو، ربما البرنامج الانتخابي نتاعو ماهوش قاعد يوصل للناخب التونسي كيما يحب سليم الرياحي؟ اكيد بيان سور، من احنا ديما الصراحه مهمه جدا، اكيد حظوظي، مش انا لو جيت في تونس اليوم انا كنت ناكد لك نقول لك لا مجال، معناها خاصه في المجموعه اللي موجوده اليوم، نقول لك انا موجود في الدور الثاني، لا ما نحكيش فيها، ما غير قابله للنقاش اليوم. طبعا الحظوظ اقل، ولكن انا باش نراهن على حظوظ الاخر لحظه، ونراهن على التوانسه كونه بنسبة سليم الرياح يشوف حظوظه بنسبه قداش في الميه؟ والله ما نجمش نقيمها، والله اليوم حتى كان تشوف انتم ما تحبوش نتكلموا على الارقام، ولكن اليوم فما حتى نعطي رقم واحد كان تحبوا، اليوم فما التوانسه اللي الرفو اللي ما يحبوش يقولوا لشكون باش ينتخبوا قريب يوصلوا ل 20%، قريب يوصل ل 20%، شفتكم ال 20% هذوكم اللي تسال، انا يقول لك الاول نحب فلان وفلان، 20% هذوكم مهم اللي هما مسجلين وماشيين ينتخبوا، اما ما يحبش يقول لشكون ماشي ينتخب، هذوك ما نعرفوش شكون ماشيين، ينجم يكون جاي الليان، تعرفش؟ خلينا نشوفوا. بما انك حكيت على برنامجك الانتخابي، على العراقيل ربما اللي يتعرض لها البرنامج الانتخابي او كيفيه وصول البرنامج الانتخابي للناخب التونسي وللتونسيين عموما، سليم الرياحي في حدود الصلاحيات اللي يمنحها لك الدستور عند تولي منصب رئيس الجمهوريه، الخمس قرارات اللي باش تكون على راس اولوياتك واللي باش تتخذها اكيد لصالح الشعب التونسي عموما. والله هو القرار الأول اللي تخرج منه خمسة قرارات اللي هي نعتبرها مش نشوفه كونه تكون في مبادرة تشريعية واحدة، هو تكوين ولا تأسيس الصندوق السيادي للدولة. الصندوق السيادي هو اللي مش يكون أساس تمويل الخمسة مشاريع كبرى اللي المتخصصه المناطق الحره اللي هي بحكم ذاتي، منطقه حره، معناها منطقه حره مش جرجيس، كلوتور على البحر،
زون فرانش كاملة بحكم محلي بقوانينها. خاطر احنا اليوم بالقانون التونسي اللي موجود عندنا والعراقيل اللي نتاع الإدارة نخليوها بشوية تتطور بطبيعتها، ولكن انا بقانون المناطق الحرة والخمسة مناطق حرة اللي مش تتوزع المتخصصة وبحكم ذاتي سنستقل من عراقيل الدولة التونسية، معناها باش نبنيو تونس أخرى في وسط تونس ببساطة، معناها نحب نسهلها، تونس أخرى في وسط تونس، مش نجيبوا لها المستثمرين بقانون داخلي للمنطقة ما عندوش علاقة. طبعا قانون الدولة التونسية وحماية الدولة التونسية وتونس هي الأساس، ولكن تقنيا وإداريا عند إدارة خاصة، معناها حكم محلي هو اللي يسير المناطق هذيك. هذا هو الحل الوحيد والسريع اللي تنجم انت تنتقل به من مرحلة إلى مرحلة أخرى بسرعة البرق. هذا علاش هناك كي تعمل هكا تقول أنا، ولا تقول أنا في 5 سنين نبدلها تونس، ولا صحيح. أما كان مش تقول نبدلها بنفس المنظومة اللي احنا فيها توا، والله اللي يقول في الكلام هذا كذاب كبير. زي اليوم تونس ما تتبدل إلا بتشريع لخمسة مناطق حرة، خمسة بنوك، وفي نفس الوقت لابد من بنك للمشاريع. راهو هذه ما نعرفش الناس كيفاه ما تفكرش فيها. على خاطر اليوم الشاب التونسي يجي يقول له والله يجيب لك دراسه نتاع مشروع يوحل في التمويل، يبدا عنده تمويل يوحل في المشروع، زعما يربح زعما يخسر. بينما الدوله كي هي تقوم بالدراسات الكبرى وتحضر بنك مشاريع فيه 50,000 بنك، وكل 50,000 مشروع، وكل مشروع تعطيه الخمسة ستة من الناس، راك عملت خطوة إلى الأمام للقضاء على، يمكن القضاء على البطالة. مش تجيني تقول لي والله نحبوا نعطيه 200 دينار، 200 دينار اش تعمل تو؟ أنا بالعكس أنا نجي نعطيك، أنا نحب نبني مجتمع جديد، الشاب التونسي نحب نعطيه مشروع يمشي مع العالم، معناه يلزمنا بنك مشاريع مدروس وفما. هذا مانيش جايب حاجة من راسي، معناها هذه حاجات تخدمت في دول أخرى باش الدول هذيك عاودت قامت من جديد وتبنات، خذت شبابها وخذت المشاريع وعملت المشاريع الكبرى وخذت تمويلات. تعرف شفتوا دبي ديون دبي اللي قاعدة تخلص، اللي هي كريديات، كيف ما واحد بشاخذ كريدي باش يبنى ايمابل وبيع لي زابارتمون وخلص كريدي، نفس الشيء دبي عندها 575 مليار دولار ديون، ولكن قاعدة تخلص فيهم. مش كيفنا احنا نمشيو للبنك الدولي ولا فمي وناخذوا فلوس مش نخلصوا شهريات. عاجز هذا نتاع السنه، عاجز معناها اللي قاعد يصير في تونس، عاجز من النوع من الحجم الكبير، غريبه. معناها انا مشروعي جاي من الواقع، انا علاش نتكلم بكل ثقه؟ لانه هذا خدمه نتاع تيران، خدمه نتاع ارض تاع تيران، وهذايا باش نجموا نبدلوا تونس. اليوم زاد النوعيه الاخرى اللي يجي يقول لك انا والله فرنسا ونقطع العلاقات والتاشيره ودرش. يا ولدي ولي لاباس عليك، وتو هما يسيبوا لك تاشيره، يعرفوك انت ماكش مروح. كي يلقاوك انت اتاشي ببلادك وعندك موطأ قدم التونسي، كي تعمل له الوضع هذا تو يعطي باسبور وياخذ تاشيره، بشويه تتنحى التاشيره، تنحيها. ولكن يلزم الغرب يأمن كونه الشعب هذا والناس هذوما مش باش يمشي يقعدوا في البلاد. وانا هنا في فرنسا راهو وضع كبير، راهو فما ناس هنا حالتهم حال اكثر من تونس. انا ما كنتش نعرف الكلام هذا، خاطر انا حتى كي عشت ليبيا، بريطانيا، دبي، ما كنتش في الكوميونيتي نتاع التوانسه. توا نمشي هنا للبلفيل وندور ونعمل نتحرك، معناها فما ناس، فما وضع مزري، معناها اولادنا ملوحين هنا في تونس، واللي هما وفما زاد ادمغه كبيره. الطب الكل تخدم هنا، الكل طب تونس، شكون باش يقعد يداويك؟ غدت تلقى معاش شكون، معاش باش تلقى شكون يداويك. هذا علاش لي ميجا بروجيكت هذوما الكبار في الصحه، في التعليم، في التكنولوجي، وفي التجاره الحره، وفي القطب المالي. هذو هما الخمسه اللي نجموا يعاودوا يبنيوا لك تونس من الاول وجديد. تسليم، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أكيد اشتدت المنافسة ما بين المترشحين 26، من بين المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية شكون تعتبره منافس قوي ليك؟ نبيل قرو. واضح. فقط بسيطة، معناها خاطر أنا عندي الأرقام
نبيل القروي وانتهت العملية معناها، واللي يعتقد كونه يوسف الشاهد منافس راهو ما يعرف حد شيء معناها، بعيد بيوسف الشاهد. النقطة اللي تميزك عن غيرك من المترشحين؟ عشت التجربة معناها. أنا النقطة اللي تميزني ما نحبش معناها ساعات ما نجمش، أنا بصراحة ما نجمش نحكي على روحي، هذيك مشكلتي، مش نقعد نشكر في روحي، هذيك المشكلة الكبيرة. أنا نعتبر روحي معناها وطني حتى النخاع معناها، أعطيت لتونس، ومن بعد شوف أنا نعرف كون التوانسة غلطوهم وماكينة إعلامية ضربت مشيت ضدي، ولكن في فترة قادمة تو الناس تعرف الحقيقة وتنضاف الصورة. ولكن اللي يميزني هو واقعي، حلولي ملموسة على معناها من نهار الأول تبدأ تبان، في نفس الوقت نحب نعطي حاجة لبلادي وبينت كون نحب نعطي حاجة. ما خذيت حتى شيء من تونس ولا شيء، كيف ما يقول الصار ولا شيء معناها، حتى شيء ما خذيت حتى شيء، بالعكس نهار كامل نقدم وما زلت باش نقدم بحول الله. كما نعرفوا أكيد الناس الكل أنه الدبلوماسية الخارجية هي من أبرز مهام رئيس الجمهورية وعلى رأس مهام رئيس الجمهورية، تقييمك للدبلوماسية التونسية قبل الثورة وبعد الثورة؟ دبلوماسية فاشلة إلى أبعد الحدود. دبلوماسية معناش هذا دبلوماسية قبل في تونس. الثورة أو بعد الثورة تعتبرها فاشلة؟ بعد الثورة وقبل الثورة معناش دبلوماسية، معناش مانيش بتكلم انا على عهد قديم، مانيش بتكلم على بورقيبة. راهو بورقيبة وقتها العالم الكل كيف كيف، خاطر النهضة بدات في الثمانينات، مش النهضة الحزب، النهضة اللي صارت في العالم، فهمت؟ من الثمانينات الناس انطلقت، احنا قعدنا مسكرين على الرواح، عندنا مجموعة تحكم قسموا الثروة ما بينات بعضهم وما يخليوا حتى حد يدخل، ولا وما نحبش المستثمرين من الحجم الكبير يجيوا لتونس على خاطر تو يفكوا هنا تو نوليو نخدموا عندهم، هكا هو ماشيه شويه فرق يمين ويسار، والعباد تخدم وتكلط على سعدها نهار كامل، وكل ونساء تخدم في الفلاحه وما نعرف شنو، لا طورنا حتى مجال، والثوره الثروه مقسمه ما بين مجموعه. احنا اليوم ما عندناش دبلوماسيه اقتصاديه بالكل، واللي هي العمل الاساسي لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه من المفروض من الطياره ما يهبطش، اذا انا من الطياره وانت ما عندوش قاعد في القصر، يلزمه من بلاد لبلاد، هو اللي يخلق المشروع. انا علاش مره معناها في سحب الثقه من الحبيب الصيد، هو رجل ممتاز ورجل طيب، ولكن في المرحله ذيك بعد ما ربحنا الانتخابات معناها مشيت للانتخابات بقوه، معناها نقول انا شنو يلزم نبدله. اليوم وقتها يتكلم على المشاريع المعطلة، مشاريع معطلة، وسافر مشى حضر عدة اجتماعات في الخارج، قلت له شنو فما مشروع معناه شي قدمت. إذا نعتذر من متابعينا على الانقطاع في سكايب اللي صار، نذكروا جزء أنه الحوار متاعنا مش كما حواراتنا مع بقية المترشحين، حوارنا عبر سكايب مع المترشح للانتخابات الرئاسية اللي خارج تونس تحديدا في فرنسا سيد سليم رياحي. سي سليم، دونك احنا حوارنا كان توقف عن تقييمك للدبلوماسية التونسية ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وانت كنت قلت انه ما فماش دبلوماسية تونسية لا قبل الثورة ولا بعد الثورة. بالأكيد كي تشوف الوضع اللي في تونس وتشوف بنيتنا التحتية وتشوف المشاريع اللي تفتقدها البلاد، المشاريع الكبرى اللي تفتقدها تونس، هذا الكل يأكد كونه احنا ما عندناش دبلوماسية اقتصادية. هذا الكل يأكد كونه احنا رئيسنا يقعد في القصر ويحب يحكم فقط، وما يحبش يعطي الإضافة لبلاده ولشعبه. هذا اللي نأكده. وأنا رؤساء العالم الكل الناشطين واللي يفكروا في بلدانهم وخاصة في الدول النامية راهو ما يقعدش، راهو يتحرك ويحل المجالات هو لبلاده، وهو اللي يعمل اتفاقات. راهو تونس أرباح، نعطيك ميزانية دولة تونسية، شركة متوسطة في أمريكا متوسط الحجم تربح قد الميزانية الدولة التونسية، معناها 10 مليار دولار عادي تربحهم شركة متوسط الحجم في أمريكا. معناها رانا ماناش قاعدين نخدموا على رواح.
بينما انت تستعمل الاسم، تستعمل المنصب، تستعمل شعبك، تاريخك، تستعمله وتقدمه للعباد وتفهمهم كونه احنا دوله ناميه ولكن دوله في مكان. فما ناس ما تعرفش تونس، مغلطين العباد. احنا فما ناس تقول له تونس ما في بس في باله في الهند معناها. هذا علاش اليوم لازم نحلوا الاسواق الجديده، ويلزم رئيس الجمهوريه يتنقل من مكان لمكان وتكون عنده مكتب الدراسات نتاعو يحضر لي بزوان تاع الدوله. مشاريعك في يدك وانت تمشي تجيب لها التمويلات، مش نمشيو ناخذوا من لافامي باش يخلصوا شهريات. هذا هو الدور الاساسي لرئيس الجمهوريه، ويقدم فيه مبادرات تشريعيه والبرلمان سيصادق عليه. ما فماش برلمان يقولوا لي لا والله البرلمان كي ما يصدقلكش، ما فماش برلمان ما يصدقش على مشاريع كبرى مش تجيب موارد. ومن بعد ما الرئيس ما يخرج يتكلم مع الشعب يقول لهم راهو هذا الجماعه اللي حطيتهم ما صدقوليش. معناها يلزم نفهم المرحله القادمه هي مرحله اعاده بناء الاقتصاد التونسي اللي هو سيعيد الكرامه ويحل مشاكل العمل، ولكن بطريقه ما نجموش نجيبوا زاد منظر وتقول له يجي حل المشاكل زاد. ما تنجمش شويه لوجيك معناها في الاخر انت الامريكان مشاو جابوا معناها بالمشاكل اللي عنده الكل. يمكن عنده انا على الاقل عندي قضايا ملفقه، هو عنده 200 قضيه معناها الراجل. ولا اما شوف القوه نتاعو، فلس مرتين وعاود رجع بليونير وعرفوا يختاروا وجاب وجاب فلوس لبلاده وعاود البنيه التحتيه وضخ اموال وخفض في الضريبه. معناها احنا اليوم كان تحب تجي معناها تنتخب استاذ نتاع قانون بارك الله فيك، ومن بعد تقول والله نحب خدمه ونحب رجلي الشهريه ونحب نعمل دار ونحب نعرس. يبيعي اوكي هاوك عرس بالقانون واستاذ القانون تو ينظم لك الامور الكل. اذا سليم الرياحي انت رئيس للجمهوريه، كيفاش يلزم تكون الدبلوماسيه السياسيه الخارجيه التونسيه مع دول الجوار ليبيا الجزائر مع الاتحاد الاوروبي مع افريقيا ومع محور البريكس؟ احنا بالنسبه لنا مع اول حاجه نتكلم على دول الجوار لابد من حل مشكله ليبيا، وتونس لابد كونه تكون اساس في حل مشكله ليبيا. هذايا عمليا نتكلم عليها من 3-4 سنين حتى مع سي البيجي الله يرحمه، وراه دورنا ضعيف ولابد كون نكونوا اساس في وجود الحل. لانه اليوم احنا علاقتنا قرار في البلاد هذا، انا كرئيس جمهوريه بالنسبه لي انا اول موضوع يلزم يتحل، اول موضوع يلزم يتحل، وخاصه دوله غنيه. انت دوله غنيه بجنبك معناه وقريبه ليك، ومن بعد ماشي تلوج في تقول والله انا ماشي نتسلف من بلاصه اخرى. هذه هي الحلول، الحلول الحقيقيه هي في تونس والجزائر ومع الغرب. انا خاصه مع الغرب، الناس اللي تقول مراجعه الاتفاقيات مهم، التعميم والحكايات والتبريب هذا ما يمشيش. اتفاقيه لاليكا اللي الحكومه مؤخرا بصدد مناقشتها، رايك في اتفاقيه لاليكا مع لاليكا مع الاتحاد الاوروبي؟ حاجه لها احنا قادرين كون نطوروا فلاحتنا وحدنا، ما عندناش لسنا في حاجه للاليكا. انا بالنسبه لي انا الاتفاقيه ما عندها حتى معنى، ونعتبرها استعمار فلاحي. الارضنا وفلاحتنا وتخصصنا لابد كون نطوروه بانفسنا. هذه اتفاقيه، ولكن نحكي على عقود النفط ما نعرفش الفوسفات والملح والمشاريع الكبرى، اي المشاريع الكبرى والثروات الطبيعيه اللي موجوده عند بعض الدول الاجنبيه ولا عند فرنسا، ولا لابد من اعاده مراجعتها عادي. هذا راه ما فيش حشمه، كان الخائن اللي ما يراجعش وهما يقبلوا، راه يقبلوا. انا عشت في ليبيا، فما وزير نفط ليبي، كانت ليبيا كانت تعطي 49 51 51 ليبيا 49 للشركات الاجنبيه. جاء وزير نفط غير الله يرحمه توفى، غير الكلام هذا الكل، ولات الشركه الاجنبيه تاخذ 15% 15%. كون ولا كسر قرنك برا على روحك، ما تحبش هكا فما غيرك، ما فماش مشكله. وكي تحكي على العقود يقول لك والله احنا مصحين عقود، يمسح عقود انت ايش نشوفوا الافرج معناها نتاع الاسعار نتاع الماده ذيك في هال 50 سنه
كيفاش هي انت هي ب 100 وانت تاخذها بدينار؟ لابد كونه يعوضك، وهذايا عمليه معقوله ويقبلوها. ولكن انت فما واحد كي ما تجيش تقول له، تدق عليه الباب تقول له اسمعني يجي راه نحب نحكيه ونصلحه، ما دامك انت ساكت على روحك مش يجي يقول لك بربي يجي نزيدك فلوس، ما يجيكش. هذه طبيعيه معناها. اما انت يلزم تمشي وتكلم شركات والمؤسسات والدول تقول لهم راه سنعيد مراجعه الاتفاقيات وتعديل الاسعار وتنتهي، والناس كل تقعد صحاب هنا. مع افريقيا هل باش تكون فما توجهات الى السوق الافريقيه اللي البعض يعتبرها انها سوق واعده وباش تكون عندها دور كبير في الاقتصاد الدولي مستقبلا؟ هذا علاش انا نقول احنا عندنا سياسه خارجيه فاشله جدا. لو كان جات الدنيا دنيا شفتها، تونس هي البوابه نتاع افريقيا، بوابه افريقيا، ما فماش كلام. معناه يلزمنا احنا نكونوا اللي عنده، يلزمنا احنا اون سانستال موجودين في افريقيا ببنوكنا بمشاريعنا واللي عنده وبعلاقاتنا، واللي عنده يحب يدخل افريقيا يلزم يتعدى على تونس. هذا هو الواقع، هذا هو اللي نجمو نعملوه احنا، وقادرين نكونوا نعملوه، وعندنا جميع المؤهلات باش نعملوه بالعلاقات. يلزمك تربط، يلزمك تربط علاقات وطيده بالناس، يلزم تستقبل العباد. احنا رانا هذا علاش العمليه راهو العمليه معناها مؤسفه، كونه المجموعه قاعده تغادي ما بين المرسى وكرتاج وهما شيخين وعاملين جو ونصيفوا في الحمامات وفات الحكايه، والباقي احنا عايشين والشعب مليون، 500 دينار تكفي، المليون يكفي وتنتهي العمليه وسافا، وكان فما ازمه طيح سومه ذاك يعطينا نغزو القدام تخلي الناس تولي لابس عليها. هذا هو انا رؤيتي، هذا اللي هذا محور البريكس. هل انه باش تكون فما معنى التوجهات نحو اسواق خارجيه اخرى كيما الهند الصين، الدول اللي شهدت مؤخرا ولا في السنوات الاخيره نسب نمو اقتصادي كبيره برشا؟ اكيد دول عظمى هذوما نتكلموا عليها احنا، راي دول عظمى، هذوما دول عظمى او دول مصنعه وقادره كونه تعاود لك البنيه التحتيه نتاعك والبنية النقل العمومي تعاودها لك ويخدم لك ويخلص بعد 20 سنة. أكيد هذو ما يلزمك أنت كان تشوف أنت برا، شوف دول العالم، الدول اللي اليوم أصبحت دول ارتقات وبعدت على الدول النامية واللي عندها وضع اجتماعي واقتصادي صحيح، تلقى متعاقدة مع العالم الكل، اللي يخذ المترو ما نعرفش وين من الهند وذاك من الصين، هذو هما. احنا منش ما يلزمناش نقعدوا مسكرين على رواحنا، معناها اللي يعطيني احسن سعر واحسن طريق الدفع هذاك هو اللي نمشي معاه. هذم دول مصنعه، دول كبرى، لابد كون تونس تنفتح على العالم الكل، هذا مهم جدا، ويكون عندها وتكون دوله زاد سمعتها طيبه من ناحيه الامان للمستثمر. راهو المستثمر يعمل الريسيرش، ما نحكيش على المستثمر اللي جايب 500 مليون ويحب ياخذ مليار كريدي من تونس ومش يعمل ريستورون، هذاك مش هذاك المستثمر. المستثمر اللي جايب لك 1 بليون معناها 1000 مليار يخاف عليه، يقول لك تراه اعطيني، يكلم الاداره نتاعو ويكلم دي كابيني مستشارين عالميين اللي هما موجودين في تونس، البرايس ووتر هاوس، ماكنزي، يقول له تراه اعطيني الوضع، اعطيني تقرير على تونس قانونيا واداريا وقضائيا، شنية تونس؟ يعطي تقرير بالوضع الحالي، الوضع الحالي يقول له اسمعني الدوله ذي تخوف ما فيهاش امان، تنجم تجي تفك كل فلوسك. اذا في اطار كذلك الدبلوماسيه اللي من مهام رئيس الجمهوريه، فما كذلك الدبلوماسيه السياسيه. بعد الثوره شفنا برشا قرارات اتخذت من قبل الدبلوماسيه التونسيه على غرار تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبيه، طرد السفير السوري وقطع العلاقات مع نظام بشار الاسد، دعم نوعا ما التحالف العربي اللي تقوده السعوديه ضد اليمن. موقفك من هذا ورؤيه سليم الرياحي كرئيس للجمهوريه للدبلوماسيه السياسيه مستقبلا؟ الدبلوماسيه السياسيه احنا من الحاجه اللي لابد كون نشبثوا بها، وهذه النقطه المضيئه في الخارجيه التونسيه اللي انا مؤمن بها ولابد ان تتواصل، هو عدم تدخل في شؤون داخليه لاي دوله، وعلاقتنا لابد ان تبقى مع جميع الدول ونطوروها
بناء على مصلحة تونس والشعب يعني التونسي. هل سيتم اتخاذ قرار فتح السفارة التونسية بسوريا مثلا؟ طبعا طبعا نعتذر، ونعتذر للشعب السوري زاد، نقولوا رانا غلطنا ولابد كونه نشارك في إعادة إعمار سوريا. لازم تعرف اللي سوريا زاد دولة غنية، مهم جدا كون احنا نكونوا موجودين في سوريا، وهذه جزء ما ومانيش في كل، مش كلها فلوس، هي زاد هي فما معناها شوية اقتصاد وشوية زاد علاقات تاريخية. دمشق تحكي على دمشق، تحكي على الشام، تحكي على العروبة، على الأصل بتاع الناس الكل، معناها مهم جدا. ومشاكل الداخلية للشعب السوري تو يحلها وحده، أما لابد ترجع السفارة، ولابد كونوا موجودين، ولابد كونوا نعتذروا من الشعب السوري على الإرهابيين، وهذوك مش تابعيننا، وهذوك مش توانسة بالنسبة لي أنا، ولابد كونوا نكونوا جزء من إعادة إعمار سوريا. هذا مهم جدا بالنسبة لي أنا. واضح. في الختام سي سليم، الكلمة ليك، رسالة أو كلمة تتوجه بها للمتابعين التونسيين عموما، للتونسيين اللي باش يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في 15 سبتمبر. أنا نشكر الشعب التونسي، وأنا عندي جزء من الأرقام متأكد كونه قريب 70% من التوانسة من المسجلين معناها ماشيين للصندوق، قريب 5 ملايين اللي هي حاجة مهمة جدا. هذا معناها نتأكد كونه التوانسة قاعدين يتطوروا كيف ما السياسيين قاعدين يتطوروا. أنا النقطة الوحيدة اللي نطلبها منهم كونه مانيش نجي للتوانسة نقول لهم صوتوا ليان، ولكن نحبهم يصوتوا بدون عاطفة. اليوم نبعدوا على الدمغجة، الحمد لله ارتحنا من الاستقطاب الثنائي. شنو هي مصلحتك؟ ماذا تريد كمواطن تونسي؟ وشكون اللي قادر يقدم لك الإضافة في اللي تحب عليه؟ فقط خليه العاطفة، والله ذاك يعجبني وذاك نحب، والله ذاك كلامه به، كلامه به ومن بعد فعله به، هل هو قادر يقدم ولا لا؟ معناها انظر انت لصغارك، انظر لعائلتك، انظر لمشاكلك الصحيه، انظر لمشاكلك الاجتماعيه، انظر لمستقبل بلادك، انظر لكرامتك، انظر لسيادتك. اللي يعطي هذا الكل هو اللي تمشي معاه، وخلي العاطفه لصغارك ولمرتك وصاحبتك وجوك هذاك خليه غاديك وكهو. اما الباقي مع السياسي ما تمشيش معاه بالعاطفه، ومش لازم تحبه، خلي تحبه بعد ما يقدم لك الاضافه. اما في الاختيار يكون بناء اختيار موضوع، بناء على شنو هو قادر يقدم لي. هذا اللي طالبه من التوانسه، وما يغلطوش. واسمعني، واللي ما صلحش في فتره راهو اللي ما نجحش، ما نجحش معناها 3 سنين. راهو اي واحد، انا نقول لكم ديما 6 شهور الاولى تبدا تبين، العام الاول تبان انجازاتك. ديما اي شخص مش يكون، واي مسؤول، رئيس حكومه سوى رئيس جمهوريه، راهو العام الاول تبان انجازاته. اليوم ماك تشوف الحكومه اللي عندنا تو 3 سنين وما عملت حتى شيء، مش تعاود لها زي وكهو. مشكور سي سليم، حظ موفق كبقيه المترشحين. متابعينا، هذا حوارنا اللي كان مع السيد سليم رياحي المترشح للانتخابات الرئاسيه عبر سكايب، كما بقيه المترشحين. تابعونا في لقاءات أخرى مع مترشحين آخرين للانتخابات الرئاسية، وإلى اللقاء. شكرا. مشكور سيدي.